أهلا بكم. دائما ما تحمل البدايات سحرا تتوهج معها الروح، تراها الأعين بإعجاب، إلا أن في عالم الأخبار تبدو الأمور مختلفة. فالعين ترى بعدسة الراصد وتروي بلسان الحقيقة وتنقل كل جديد وحصري حتى يكون المشاهد في قلب الحدث. ننتقل من حدث إلى حدث ونحلق من بلد إلى آخر ليكتمل الخبر. نرحب بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم متابعة إخبارية. بالتزامن مع مرور 48 عاماً على إنشائها، دشنت وكالة الأنباء الكويتية كونا تطبيقها الإخباري مرصد كونا للتحقق من الأخبار والرد على الإشاعات. ويواكب هذا المشروع التطور الإعلامي في جانب الذكاء الاصطناعي في الجانب الآخر، كما يعد نقلة نوعية تحقيقاً للرؤية الإعلامية لكويت جديدة. أعلن وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان المهندس عبد اللطيف المشاري بدء حملة موسعة لإزالة المخالفات والتعديات المقامة على أملاك الدولة جنوب البلاد. وقال الوزير المشاري إن الحملة ستستمر لتمتد من الجنوب إلى الشمال لتنظيم عملية استخدام المناطق البرية. دمار كامل يعيشه قطاع غزة، وتسببت فيه حرب الإبادة غير المسبوقة التي تشنها قوة الاحتلال الإسرائيلي وأكملت عامها الأول. يشهد قطاع غزة معاناة مستمرة وسط أزمة الجوع وانتشار الأمراض والأوبئة والأوضاع الإنسانية الكارثية. وبالتزامن مع الذكرى الأولى للعدوان على غزة، فرض الاحتلال الإسرائيلي إغلاقاً شاملاً على الضفة الغربية، حيث أغلقت المعابر مع قطاع غزة وقام بتكثيف التواجد العسكري على كافة الجبهات. يأتي ذلك فيما استشهد مسن في مدينة الخليل بعد تعرضه لاعتداء عنيف أثناء اقتحام الاحتلال منزله. بالتزامن مع ارتقاء طفل خلال المواجهات المستمرة مع الاحتلال في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. بعد أن دخل لبنان رسميا في حرب شبه شاملة، يواصل الطيران الحربي لقوات الاحتلال الإسرائيلي هجماته الهمجية في الضاحية الجنوبية لبيروت. يأتي هذا فيما أعلن الاحتلال الإسرائيلي انطلاق ما أسماه عملية برية في الجنوب اللبناني للمرة الثانية خلال أسبوع. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 21 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة عدة خلال الليل،
من جهتها قالت السلطات في كييف إن حطام صواريخ سقط في 3 مناطق خلال ساعات الصباح بعد أن تصدت الدفاعات الجوية لضربة روسية. أعلنت لجنة نوبل منح الطبيبين الأمريكيين فيكتور أمبروس وغاري رافكن جائزة نوبل للطب لاكتشافهما الحمض الريبوزي النووي مايكرو آر إن إي، وهي فئة جديدة من جزيئات الحمض النووي الصغيرة تؤدي دورا حاسما في تنظيم نشاط الجينات. وقالت لجنة الجائزة إن اكتشاف العالمين الرائد كشف عن مبدأ جديد تماماً لتنظيم الجينات، تبين أنه ضروري للكائنات متعددة الخلايا بما في ذلك البشر. قال الرئيس الفلبيني فيرديناند ماركوس إن بلاده وكوريا الجنوبية قد رفعتا مستوى العلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية، وذلك خلال لقائه بنظيره يون سوك يول في مانيلا، وناقش الزعيمان العديد من القضايا بما في ذلك سلامة الملاحة في بحر الصين الجنوبي والوضع في شبه جزيرة الكورية، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تفاهم. في ظل سلسلة أعاصير ضربت المنطقة مؤخرا، فلوريدا على أهبة الاستعداد لمواجهة إعصار ميلتون. يتجه إعصار جديد نحو ولاية فلوريدا الأمريكية التي لا تزال تحاول تجاوز خسائر إعصار هيلين المهدد للحياة الذي ضربها قبل أسبوعين. ويتوقع أن يضرب ميلتون فلوريدا منتصف الأسبوع الجاري، ويصنف حاليا على أنه إعصار من الدرجة الأولى. بعد نزوحها من غزة التي مزقتها الحرب، وجدت النازحة حنين فرحات البالغة من العمر 32 عاماً عزاءها في طهي الأطباق الفلسطينية التقليدية من خلال مشروعها المنزلي في مصر للحفاظ على تراث الطهي الفلسطيني من ناحية ودعم أسرتها من ناحية أخرى. أنشأت حنين صفحة حنين كيتشن، أي مطبخ حنين، على إنستغرام لتقديم الدعم المالي لعائلتها المكونة من 16 فرداً فقط من خلال بيع أطباق منزلية الصنع عبر الإنترنت، وكذلك بهدف المحافظة على تراث الطهي الفلسطيني من خلال إقامة ورش الطبخ. مشاهدين الكرام، بهذا نصل معكم إلى الختام. في أمان الله.